حسام، واضح انك كمان مذاكر نادي الزمالك بشكل جيد جدا وتشكيله نادي الزمالك، لكن خليني اسالك سؤال بقى مهم يعني هنا يمكن الحديث عن نادي الزمالك في النقطه دي بالذات. نادي الزمالك لما جاب الانتدابات بتاعته ما كانتش بنفس قوه اللعيبه اللي كانت موجوده. يعني سؤالي، هل اشرف بن شرقي مثلا وساسي اثروا بشكل كبير على اداء نادي الزمالك في الفتره اللي احنا بنقول لما رحلوا ما عرفوش يجيبوا نفس قوة اللاعبين زي فرجاني ساسي واشرف بن شرقي؟ اكيد. شوف، انا متابع الدوري المصري خاصه مباريات الاهلي والزمالك، ما نضيع ولا مباراه، مستحيل نضيع مباراه الا اذا كان عندي شغل ولا شيء. يعني اهلي والزمالك متابعهم زي الافريقي والترجي الرياضي والنجم، يعني الدوري المصري نتابعه زي الدوري التونسي. اظن كما قلت لك، معناها لما تسيب بن شرقي، لما تسيب فرجاني ساسي، لما تسيب طارق حامد، لما تسيب مصطفى محمد، لما تسيب محمود علاء، لما يصاب لك الونش، لما تخسر اللاعبين هذوما الكل وتجيب سامسون وتجيب نداي وتجيب السيسي وتجيب دونجا وتجيب، يعني صراحه الفوارق كبيره جدا، فوارق كبيره جدا. يعني شوف الزمالك وين كان، ممكن الموسم، خاطر هناك من يقول الموسم الفارط بهؤلاء اللاعبين فيريرا فاز بالدوري، لكن فيريرا ليس فيريرا الموسم الفارط. فيريرا هذا الموسم مغاير تماما لفيريرا الموسم الفارط. فيريرا كان تكتيكيا ذكي ويعرف يتعامل مع المباريات. هذا الموسم فيريرا وكانه يلعب ضد الزمالك وليس يلعب مع الزمالك. انا نستغرب مدرب عندك حاله استغراب يا كابتن، ما عندكش يعني تفسير لحاجه زي كده في الكوره؟ لا لا، شوف، اذا المدرب اصبح يريد المغادره ولا يريد ان يغادر نفسه، يريد ان تقع اقالته وياخذ مستحقاته كامله، لان يعني المدرب يقال ويمسك زمن به بزمام الامور ويفوز على فيوتشر، ثم مين يعاود يرجع فيريرا؟ يعني باي اجواء وباي باش تتقبل المجموعه وكيف باش يكون الانسجام وكيف سيكون الاحترام وكيف انت لاعب مثل شلبي من افضل اللاعبين هجومين الموجودين في الزمالك، جاي مباراه الترجي وما يكونش مع المجموعه، شنو هو التفسير؟ صحيح، اتفق معك صراحه نقاط استفهام. هنا يلزم ان يفتح الملف، يلزم تكون محاسبه. يعني مش معقول فريق مثل الزمالك يحصل هذا الكل ولا حد عنده اسباب ولا عنده تبريرات. تمام، طيب خلينا كابتن اخدك لنقطه تانية خاصه بلاعب، هو لاعب تونسي ولاعب منتخب تونس، سيف الدين الجزيري. شايف برضو اداؤه مع نادي الزمالك، يعني لعيب مفروض مهاجم لمنتخب تونس وبالتالي نوعيته لازم يعني تساعد نادي الزمالك في الجزء الهجومي، ولكن حتى الان او من بدايه الموسم حتى الان سيف الدين الجزيري بعيد تماما تماما عن المستوى. تفسيرك ايه برضو لوضع سيف الدين الجزيري مع نادي الزمالك؟ والله مش عشان لانه سيف الدين الجزيري تونسي، لكن انا نتابع في المباريات نشوف في سيف الدين الجزيري، حتى نشوف في المحللين يعني نتاع البرامج المصريه معناها اللاعب يتحرك على اليمين على اليسار، يلعب بظهره ويخرج يستلم يسلم، لكن مهاجم لما يكون ليس هناك مسانده وما عنده حتى فرصه وما يعطيه حتى كوره لتجسيم الفرص، هو ليس كريستيانو رونالدو ولا مبابي حتى ياخذ كوره ويراوغ ويقوم من 30 متر ويمشي ويسجل. معناها تقريبا 85 دقيقه من 90 دقيقه من مباراه سيف الدين الجزيري وهو يستلم في الكوره بظهره للمرمى. حتى زيزو اللي يلعب على اليمين صراحه لاعب كبير وممكن من احسن اللاعبين في مصر، لكن زيزو السنه هذه يلعب لنفسه، زيزو يراوغ ويسدد ويراوغ ويسدد ويدخل، ما يلعبش المهاجم. يعني سيف الدين الجزيري هو ليس بالمهاجم السوبر السوبر، لكن مهاجم جيد حتى يصبح سوبر كما كان الموسم الفارط وساهم بنسبه كبيره بالفوز بالدوري. انك تعطيه الكرات في 18، تعطيه الكرات في المساحات، لكن ترمي له الكره من الدفاع وتخليه يحارب بين ثلاثه واربعه مدافعين، ما يقدرش يعمل اشياء كبيره. شاهدناها احنا في المباراه الاخيره اللي فاز بها، اللي سجل جولين في الدوري المحلي، لما اعطوه كرات في 18 جاب جولين. المهاجم لازم يسجل، المهاجم اذا ما تعطيهوش كرات في مناطق جيده وهو موجه للمرمى، ما تقدرش تحكم عليه بفريق يعني مش يلقى في حلول بتاتا هجوميا.